انا قريب شلف بقينا 24 كيلو متر. نهار ما مو الحال صاير بدا يسبح، قد نستغنى على الضوء قد نطفيه، قد تصب بعض الضوء اقل فيز. هاي ديجا ربانو ليش شلفت راح يكون بزاف يديروها، يقعد لك بين الاوت دو، يقعد هاد البوزيسيون هنا، يقعد كيما هاك، ما يخليك دوبلي من هنا ما يخليك دوبلي من هنا. انا واحد من الناس نبغي نمشي في النص، كيما هاك، الناس تحس وخلاص. اذا انا في تيبركانين، تيبركانين عين الدفلة، السيكتور عين الدفلة. مشاني تاع الصباح هي الواعرة تنعس بنادم، هادي مازال تزيد تطلع على بالك تطلع واعرة، بس مشاني تاع الصباح واعرة. المهم أنا في تيبا تاني، أنا طب فطرت أنا ولكم الطريق، نروح البليدة ومن بعد البليدة نروح الخارجية، الله يسهل. بالنسبة لي أنا عندها دخلة ديال 8 طرات، السنة 5 ليرة، أنا عندي دفعة
تقارن 12 كيلو متر تدخل باش تخرج السمشة هادي تاع الصباح والله غي تربد. المهم انا قريب ندخلو 5 مليار الكاردر ولا نكون في 5 مليار طلعت على 5 هاديك الوعرة رانا في 5 مليار نبقى الناس 7:25 كنا ماشيين توصل قبل 4 كيلومتر دو ديالي صافي السمسة هادي تاع الصباح هاداكم تلقيت بنادم ما على شوية قلنا قريب 5 مليار قلنا نطلع هادي تاع الخميس بعد نلعبو البراشة بالمدفع بليدة قلنا بسم الله بيدنا بليدة واحد 90 كيلومتر ان شاء الله. هذه الدخلة تاع 5 مليانة حنا 5 مليانة هاي الدخلة من 5 مليانة 4 كيلومتر عندي 55 هنا تاني تدي لك سمسية وتدي الآخر أروق رانا في الخميس بقالنا واحد 70 كيلومتر هاكا ال كيسمو 60 من بوليدا راها 7:45 6:42 السوسة دي تصبح تسكر جابتنا تبدا العقبة تاع الخميس إذن هذه الطلعة تاع الخميس أصعب طلعة كيما تكون السيارة مزيادة تموت لك أنا في عين الجب طلعوا نطلعوا من بعد نعاود نعطوا الدور هذه الطريق صراو فيها لي زاكسيدون بزاف نورمالمون الحيطة والحاضر مع الطريق هذي درنا في الحدودة تاع الخميس تاع الحسينية الحدودة باقي لها 2 كيلومتر وسط يعني 10 كيلومتر انا واش ندير ندير بامور ريح موتو تاعي انا 10 كيلومتر هنا تريح السيارة شوية ريح المحرك تاعنا على 7 تاع الصباح الحمد لله رانا قريب نوصلو ندخلو البيت ان شاء الله انا قريب نلحقو بالمدفع المدفع بعد راوند سان بيتا نروح البراج تاع المدفع مرحبا بكم في القناة تاعي.